السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباحكم ومساءكم وكل حياتكم معطرة بذكر الله والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم جميعا، كلكم على راسي من فوق، ألف تحية لأجمل إخوات في الدنيا. طيب النهاردة هنعمل حاجة روعة وفوق الخيال، وحاجة مبهرة ومدهشة جدا فوق مما تتوقعي، ونتيجتها فعالة فوق مما تتوقعي. هنعمل النهاردة زيت العشبة المنسية. هي منسية ليه؟ لأن الصراحة استخدموها الطب الصيني والفراعنة زمان، وكانت نتيجتها فوق الخيال، وكانوا معتمدين عليها اعتماد رئيسي، لدرجة ان وانت مثلا بصيتي كده على جدران المعابد او المقابر هتلاقي مرسوم الشعر، والشعرة سميكة جدا. طيب ودي اهم ميزة في الحاجة اللي احنا هنستخدمها النهاردة، بالاضافة لميزات تانية هقول لك عليها دلوقتي. هي منسية ليه؟ ده السؤال اللي احنا لازم نجاوب عليه. هي منسية ليه؟ منسية عشان ريحتها مش مستحبة فوق مما تتخيلي. ولكن كانوا زمان بيعملوا ايه؟ كانوا بيجيبوها ويحطوا عليها سكر ويبدأوا ينقعوها في مية، وبعد كده ياخدوها تلاقي الريحة بتاعتها طلعت منها تماما، ويبدأوا يستخدموها على شعرهم، هتمنع، كانوا بيمنعوا بيها تمنع التساقط المستمر للشعر، ويستخدموها لعلاج التساقط المستمر للشعر بدرجة رهيبة جدا، يعني بتعمل على منع التساقط بدرجة فوق الخيال وبطريقة مدهشة وأبعد مما تتخيلي. كمان كانت بتعمل على يعني علاج فعال جدا في الفراغات، ولو اي حد عنده ثعلبة دي نتيجتها مضمونة وخيالية كمان. مش بس كده، لا دي بتمنع القشرة بدرجة رهيبة، واهم ما في الموضوع انها بتعمل على زيادة سماكة الشعر. تاني، بتعمل على زيادة سماكة الشعرة، عشان كده انت كنت بتشوفيهم او بتشوفيهم وهم مرسومين فيه على جدران المعابد، الشعر بتاع الستات اللي هم مرسومين شعره سميكه جدا. طيب ايه هي العشبه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده؟ الشيح. هنعمل زيت الشيح. هنعمله ازاي؟ وازاي احنا هنقضي على الريحه بتاعتها بحاجه فوق مما تتوقعي وحاجه جباره جدا؟ هقول لك. هنجيب البوله بتاعتنا هي ديت اهو زي ما احنا شايفين، عشان نبدا نعمل زيت الايه؟ الشيح. هنحط هنا معانا معلقه من الشيح اهو، دي عباره عن معلقه كامله اهي، ولا هنزود ولا هننقص، هي معلقه من الشيح. حلو جدا، مفيش مشكله. تاني حاجه هناخد معلقه من الروز ماري اهو، ده عباره عن معلقه اهو، معلقه من الايه؟ الروز ماري. طيب طالما جبنا سيره الروز ماري، وطالما احنا بنعمل زيت للشعر، يبقى الاساسي والحاجه الاساسيه اللي احنا هنحطها كتكوين الزيت عشان نحافظ على شعرنا القرنفل. ليه هنحط قرنفل؟ القرنفل يا جماعه مش بيطول الشعر، عشان نبدا ونكرر والناس ونقول لهم القرنفل مش بيطول الشعر. القرنفل بيدي اكسجين للشعر، بيدي غذاء للجذور والبصيلات عشان تبدا يدخل لها، يعني بيحسن الدوره الدمويه عشان يبدا تاخد الغذاء الكامل من الايه؟ الحاجه اللي احنا بناخدها. طيب نبدا بقى في خطوات اللي احنا نبدا الايه؟ احنا نشيل الرائحه بتاعت الشيح. هناخد معانا هنا زر الورد، شايفين زر الورد ده؟ هيقدر اللي هو يمتص الروائح الكريهة من الايه؟ من الشيح، تمام كده؟ بنسبة 50%. يبقى احنا كده معانا كام؟ نسبة 50% قضينا بيها على رائحة الايه؟ الشيح. طب و50 التانية؟ هقول لك. هيعمل ايه زيت الورد؟ هيغذي الشعر، هيغذي البصيلات،
وفي نفس الوقت هيديني نعومة رهيبة جدا للشعر. طيب هنعمل ايه بقى؟ هناخد معانا اي زيت عندك، دوار الشمس مفيش مشكلة، اي زيت عندك. انا هنا استخدمت هنا زيت الذرة، بص هو لونه عامل ازاي. ليه بقى؟ لان انا حولت الزيت اللي عندي لزيت ايه؟ لزيت ذرة. هطلع لكم الفيديو برضو وابقوا شوفوه. هحط هنا كله كامل اهو لحد لما يستغطى كامل اهو. طيب هنعمل ايه بقى؟ عشان هنا دي طريقة خاصة يا جماعة. اول حاجة، هل هحط هنا 50% التانية؟ لا مش هحطها، هقول لك هنحطها امتى. طبعا احنا هنغطي الايه، الحاجة اللي معانا كده، تمام كده. طيب وهنرفع الكلام ده على حمام مريم، هنجيب مثلا على سبيل المثال مية، وبعد كده هنحط الكوباية كده فوق عشان خاطر يبدأ اسخن الكلام ده بالبخار. اسخنه قد ايه وكم مرة؟ هنسخنه حوالي 4 مرات، كل مرة هتاخد معانا 10 دقايق. يعني هحط ده وقت كده على الحمام البخار 10 دقايق، واسيبه لحد لما يبرد. بعد كده ارجع تاني احطه 10 دقايق لحد لما يبدأ المواد كلها تتفاعل، وبعد كده اسيبه لحد لما يبرد 4 مرات على الطريقة دي. طيب بعد كده هعمل ايه؟ عايز اشيل 50% التاني، هروح جايب معايا هنا اي زيت عطري عندك، زيت فاتيكا مفيش مشكلة، زيت برهان مفيش مشكلة، اي زيت عطري انت بتستخدميه. انا مش هستفاد بالزيت، ولكن انا هعمل منه حاجتين. اول حاجة هاخد المادة العطرية معايا هنا في الشيح اللي انا عامله في زيت الشيح عشان يقضي على الريحة. تاني حاجة انا هرفع من كفاءة المنتج بتاعي وازود الكفاءة بتاعته. كده انت معاكي زيت الشيح اللي هيقضي على التساقط بشكل رهيب وفوق مما تتخيلوا. الوصفة دي يا جماعة وصفة من الطب الصيني والطب الفرعوني القديم. شكرا ليكم وتحياتي، واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي، لانها فعلا وصفة خيالية ووصفة ممتازة وجديرة اللي انتوا تعملوها عشان تبدأوا